الإخوة الكرام، سلام الله عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من نشرة الأخبار الساخنة مع محمد البودالي. عبد اللطيف وهبي وزير العدل في حكومة عزيز أخنوش، والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، والوزير عبد اللطيف الميراوي وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ما عرفتش في كاين الابتكار، كيتواجدوا الآن في قلب ضجة كبيرة وغير مسبوقة، واللي وصفوها الكثير من المغاربة بالفضيحة المدوية. قال لك وزير العدل يعني عبد اللطيف وهبي والزميل ديالو في الحكومة عبد اللطيف الميراوي مدورينها بيناتهم، هاك ورا اعطيني نعطيك، تهلا فيا تهلا فيك، ديالنا في ديالنا وخيرنا ما يديه غيرنا. المكتب ديال وهبي كمحامي واللي كتسير الان بنته في الفيلا ديالو في حي الرياض، استفد من عقد مثير للجدل باش يتكلف بالدفاع على الزميل ديالو عبد اللطيف الميراوي. وهذا الميراوي حتى هو تبرع على وهبي بسيارة مرسيدس فاعلة تركة من اخر طراز. هادشي كيروج الان ونشراته العديد من الصحف، ولكن لحد الساعة حتى واحد من هاد الوزيرين بجوج خرج باي تصريح باش يكذب وينفي او يبرر هادشي على الاقل اللي كيتقال عليهم الا كان فعلا صحيح. كاين اللي كيقول بان العقد اللي استفد منه مكتب المحاماة ديال وزير العدل عبد اللطيف وهبي ماشي شي حاجة مهمة، مبلغ هزيل جدا القدر ديال عشرات المليون في السنة. ولكن الناس كيتسألوا الآن كيفاش هاد الفيلم ديال السيارة الفارهة اللي كيقولوا دائما خداها وهبي من عند الوزير الميراوي، واش هادشي فيه تبادل المصالح؟ واش فعلا دايرة بيناتهم؟ ولا هادشي عادي وكيتعلق فقط بسوء الصدف؟ هذا هو السؤال اللي كيطرحه الآن العديد من المغاربة. الخبر المثير للجدل كيقول بأن وزير التعليم العالي عبد اللطيف الميراوي أبرم عقدا مع مكتب المحاماة الذي يملكه زميله وزير العدل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة قصد الدفاع عن مصالح الوزارة. مصادر كتقول بأن من المحتمل أن هذا العقد كيشكل أحد الملفات اللي جرات الغضب على وهبي والميراوي. مكتب المحاماة كيشتغل فيه الآن مجموعة من المحامين حاليا، واللي من ضمنهم ابنة عبد اللطيف وهبي المحامية المتدربة من بعد تعيين الأب ديالها في منصب حكومي ضمن تشكيلة حكومة عزيز أخنوش تولت هذا المنصب. وكان وهبي قد نقل مكتبه إلى الفيلا التي كان يقطن فيها في حي الرياض بالعاصمة الرباط، وانتقل هو إلى السكن الوظيفي في قلب العاصمة. ومن جهته دافع مصدر من وزارة التعليم العالي عن هذا التعاقد أي مع مكتب وهبي باعتباره لا يطرح أي مشكلة لأن ابنته هي من يسيره، وأن العقد بمبلغ ضعيف جدا لا يتعدى 100,000 درهم في السنة. وكيقول هذا المصدر بأن الهدف هو الدفاع بشكل جيد عن مصالح وزارة الميراوي من طرف مكتب محاماة معروف يعني ديال وهبي وكيسهل التواصل معه. من جهة أخرى كتشير العديد من المصادر إلى أن هذه الصفقة بين الميراوي وزميله في الحكومة أغضبت جهات عليا، وربما تكون هذه أحد الأسباب أو أسباب تسريب خبر إعفائهما من تعديل حكومي تحدثت عنه مجلة جون أفريك الفرنسية استنادا إلى مصدر مقرب. وكل هذا وفق ما ورد في بعض الصحف أقولها وأسطر عليها، لكن البعض يرى في هذا الأمر ممارسة قد توصف بكونها غير أخلاقية سياسيا وتنم عن تضارب مصالح بين قطاعين حكوميين. ويقولون بأن العقد وإن كان سليما شكلا من الناحية القانونية، يقول المصدر دائما، فإنه بلا شك يكرس لممارسة الوزيعة في الصفقات والعقود المبرمة بالمصالح الحكومية وثقافة عطيني نعطيك، الأمر الذي يسيء إلى الممارسة السياسية ببلادنا ويظهرها كأنها سباق نحو الظفر بالصفقات والعقود. ويضيف المتحدث بأن ميراوي يحاول رد جميل وهبي نظير استوزاره باسم الحزب رغم ما يروج من ورائه من تهم تبذير للمال العام وجهتها له هيئة حقوقية بصفته رئيس جامعة القاضي عياض بمدينة مراكش. وبعد تداول وسائل الإعلام
لفضيحة تفويش ميراوي لصفقة الدفاع عن مصالح الوزارة لمكتب المحاماة الذي يملكه عبد اللطيف وهبي وزير العدل والأمين العام لحزب الأصالة والمعاصر والذي يمثله الوزير ميراوي في الحكومة. كذلك كشف موقع إلكتروني مغربي أنه في مقابل هذا التفويت السخي وغير الأخلاقي أهدى عبد اللطيف وهبي لصديقه عبد اللطيف الميراوي دائما سيارة فارهة من نوع مرسيدس آخر صيحة لكلاس أ والتي يبلغ سعرها بالضبط حسب الموقع الرسمي للموزع الحصري لعلامة مرسيدس التجارية بالمغرب على الأقل أدنى مبلغ بالنسبة للنسخة الأولية حوالي 60 مليون، مع العلم أن تلك التي سلمها ميراوي هي نسخة توتوبسيون يعني كاملة مكمولة على غرار تلك التي أهداها وهبي لمسؤولي السلطة القضائية بالمغرب من وكلاء عامين للملك ورؤساء محاكم الاستئناف والتي تجاوزت صفقتها كما قيل آنذاك 4 مليار سنتيم في عز الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي كان ولا زال يجهزها المغرب. ومعلوم أن منشور رئيس الحكومة الصادر سنة 2014 ينص على ألا يتجاوز الثمن الأقصى لسيارات الوزارة 45 مليون سنتيم وألا يتجاوز ثمن سيارات الكتاب العامين مبلغ 35 مليون سنتيم و 30 مليون سنتيم بالنسبة لرؤساء دواوين الوزراء، بينما السيارة التي أهداها وهبي لصديقه ميراوي تتعدى بكثير الحدود القانونية الجاري بها العمل. وبعد عطلة بدون طعم لعدد من وزراء حكومة أخنوش بعد نشر مجلة جون أفريك لخبر التعديل الحكومي يعود الوزراء إلى مكاتبهم بعد أيام بعد الاستماع للخطاب الملكي السامي بمناسبة ذكرى ثورة الملك والشعب لتدشين دخولهم السياسي بعقد أول مجلس حكومي الأسبوع المقبل. عودة إذن حذرة، إعادة ترتيب الأوراق والأولويات وكذلك أيضا الاستعداد لدخول سياسي عاصف قد يأتي بالكثير من المفاجآت في ظل أزمات الجفاف والغلاء والوباء والاحتجاجات، خصوصا وأنه دخول يتزامن أيضا مع الدخول المدرسي والجامعي وهو صعب بالنسبة للأسر والحكومة. تقول بعض المصادر إن الأمانة العامة للحكومة المغربية ستحدد أول مجلس حكومي بعد العطلة الصيفية الوزارية، وذلك مباشرة بعد الخطاب المرتقب الذي سيوجهه جلالة الملك محمد السادس في ذكرى ثورة الملك والشعب والتي تصادف يوم 20 غش من كل سنة. وينتظر أن يستأنف المجلس الحكومي أشغاله الأسبوع المقبل كما قلنا، وهي الفترة التي سيشرع فيها رئيس الحكومة عزيز أخنوش في إجراء مشاوراته حول قانون المالية الجديد والذي سيعرض على المجلس الوزاري قبل افتتاح البرلمان في 20 من شهر أكتوبر المقبل بعد عرضه على مجلس وزاري تحت رئاسة جلالة الملك. وستعقد الحكومة يوم الخميس المقبل 25 غشت أول مجلس حكومي بعد عطلة الصيف والذي سيخصص لدراسة 3 مشاريع مراسيم يقدمها وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات. وبعد انتهاء المجلس ستعقد الحكومة اجتماعا خاصا لدراسة مقترحات القوانين. تحياتي العطرة لكم جميعا، وإلى موضوع آخر بإذن المولى عز وجل.